طبعا عندكم هنا من الأركان المميزة ركن ميثاق الملك سلمان العمراني، طبعا يعتمد على مطبوع سعره تقريبا 250 ريال الآن في المعرض. هذا هو صورة الميثاق عندكم. عندهم أعداد كبيرة تنباع منها تقريبا قيمتها 400 ريال. واللي حاب ياخذ معلومات أكثر عن هذا الميثاق، شغال تقريبا في عرض مرئي مباشر من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 11 مساء حتى يوم 25. عندكم هنا البروشور الخاص فيهم، طبعا متضامنين مع معرض المدينة المنورة للكتاب، موجودين من يوم 17 حتى يوم 25 من الساعة 3 حتى الساعة 11. طبعا حيكونوا متواجدين مباشرة داخل مركز الملك سلمان. عندكم هذه بعض الصفحات من الكتاب، يحكي عن العمارة من أيام الملك سلمان، من أيام شبابه، صحيح؟ لما كان أمير منطقة الرياض. وشوفوا عندكم هذه بعض الصفحات، بعض الأمور والإصلاحات اللي عملها هنا في المملكة العربية السعودية. وسعر الكتاب يعني رمزي، تقريبا سعر الكتاب الآن 250 ريال، وسابقا كان سعره 400 ريال، وحيصير سعره 400 ريال بعد هذا المعرض. عندكم هذا المكان موجود، وفي منه نسخة عربية ونسخة إنجليزية. طبعا متواجد في ركن ميثاق الملك سلمان العمراني جناح A 31 في معرض المدينة المنورة للكتاب.